السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى والسلام على المدين الذي مصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام. تفضل الحديث الأستاذي كتاب الخمس. احنا أخذنا حديث عددنا فيه كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحملهم لأنه لا يملك ما يحملهم، وهم يريدون الجهاد. شاءت الترجمة أنه قال: أوتي رسول الله بنهر إبل فسأل عنا فقال: أين النفر الأشعريون؟ الغرض المقصود أنها جاءت هنا في هذا الباب الخمس لنوائب المسلمين. فلما أعطوه كان من فضل الصحابة أنهم كانوا يخشون على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ألجأناه إلى اليمين لعله نسيه. فقالوا: يا رسول الله، إن سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا فنسيت. فقال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. انظر هنا، هذا أصلا تعبد لله بالأولية، أن تعلم وما بكم من نعمة فمن الله، أنت لا تملك شيئا ولا أحد معك يملك شيئا، فالمنة لا تكون إلا لله وحده. وقد نقول السبب يذكر ليشكر، السبب يذكر ليشكر، لكن في التأصيل العام المنة لله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ولذلك قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. لذلك يستدعي الأمر ويستلزم أن تظهر افتقارا وانكسارا، وأن تعلم أنك لست ممن يملك شيئا بحال من الأحوال، لا لنفسك ولا لغيرك. فعول أمرك على من يملك كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإنما قولنا كما قال الله تعالى: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما دامت المسألة في يد ربنا جل في علاه، فهو الذي إذا أراده سيكون، وإن لم يرد لا يكون بحال من الأحوال. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المسألة قال الله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. المسألة بيد الله جل في علاه، المسألة بيد الله جل في علاه. فعلى المرء أن يكون مفتقر للرب. لذلك قال: لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم. قال: قل لأمر نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نعم. وإني والله إن شاء الله، وهذا ليبين أنه يفعل ذلك وقدم المشيئة لقول الله تعالى: ولا تقولن شيئا إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللت. غادي يعني على الأيمان، وفيها وجوب يعني أن تذهب، أو فيها استحباب وتأكد أن تحنس وتذهب إلى الذي هو خير. والخلاف الفقهي بين العلماء: أيحنس أولا ثم يكفر، أم يكفر ثم يحنس؟ والصحيح أنه سيان، وقد جاءت الأدلة على أنه يحنس أولا ثم يكفر، وده التأصيل العام، هذا التأصيل العام. وبارك الله فيكم. أو أنه يكفر ثم يحنس، وهذا تقديم لأنها عبادة مالية، عبادة مالية كالزكاة مثلا تقدم استسلف سنتين فصح. قال: فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني يأتي الذي هو خير لا يضيعه. وزي قال الله تعالى: قال: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. الحديث الذي بعده تفضل يا أستاذ. قال: حدثنا وما زلنا مع باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: عبد الله بن يوسف التنيسي هو من سقاط نجمة الله الجماعة. قال: أخبرنا مالك. مالك النجم، إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال: عن نافع. ونافع مولى ابن عمر، أثبت الناس ابن عمر. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر، عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة من سبعة المسلمين عن النبي الأمين، صحابي من صحابي أثري. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سارية فيها عبد الله رضي الله عنه قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونصفه بعيرا بعيرا. وهنا أيضا شوف، كانت سهامهم، وهذه فيها الخمس أيضا يعطي منهم النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء، والغنيمة تقسم. قال: شوف، فكانت سهامهم 12 بعيرا ونصفه، يعني زادهم. وهذه الزيادة في خلاف العلماء، هل الزيادة تكون من الخمس أم من الغنيمة؟ والمسألة راجعة إلى ولي الأمر في هذا الباب. ولذلك قال: فنفلوا أو نفلوا بعيرا بعيرا، ففي حجة أن النفل من الخمس كما قال مالك. فالغنيمة قسمت 12 بعيرا، 12 بعيرة قسمها ثم نفلوا، نفلهم
كل واحد أعطاه بعيرا من الخمس كما قال مالك، لأنه إنما نفلهم بعيرا بعيرا بعد خصمة السهمان بينهم من غير ما وجبت فيه سهامهم وهو الخمس. وقالوا الطحاوية وقالوا ذهب قوم إلى أنه ليس للإمام أن ينفل من إحراز الغنيمة إلا من الخمس، فأما غير الخمس فلا لأنه قد ملكه المقاتلة فلا سبيل للإمام عليه. قال ابن المنذر روى هذا القول عن أنس. روى هذا القول عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب، وهو قول مالك والكوفيين والشافعي، وذكر أبو عبيد عن مكحول وعمر بن عبد العزيز قال والناس اليوم على هذا لا نفل من جملة الغنيمة حتى تخمس. وخالفهم آخرون قال كما قال الطحاوي، فقالوا للإمام أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقتسمها كما كان له قبل ذلك. الخمس نعم، لكن الغنيمة لا، لأن السهمان لهم سهم فيها فلا تصرف إلا بعد التقسيم. وذكر ابن المنذر أنه قول القاسم بن عبد الرحمن وفقهاء أهل الشام قالوا الخمس من جملة الغنيمة والنفل من بعده، ثم الغنيمة بعد ذلك بين أهل العسكري، وهو قول أوزاع أحمد أسحاق. وحجة هذه المقالة حديث سلمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في بدأته الربع قبل الخمس، فكذلك الثلث الذي نمثله في الرجع هو الثلث أيضا قبل الخمس، وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى. وحديث خرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حاكم ابن حبان، وأيضا صححه الحاكم، وكانت الألفاظ متقاربة. وألزم الدارقطني الشيخين مسلم والبخاري. تخرج حديث حبيب بن سلمة ابن مسلمة فقال له معنى وذلك أن المذكور من نفله في البداء الربع، وهو مما يجوز له النفل منه، فكذلك نفله في الرجعة الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس، بدليل رواية مكحول عن زياد بن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفل الثلث بعد الخمس. احتج أيضا بحديث سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمام البهلي عن عباد بن صامت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا، يعني إذا كان الروحة الربع أما الثلث يكون في الرجعة، وينفلهم إذا قفلوا الثلث ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن معناه ينفلهم إذا قفلوا الثلث فيكون ذلك على قول من قال إلى قتال، فيكون الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس. قال تعالى ذلك جائز عندنا أنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوين، فأما إذا كان القتال قد ارتفع فلا يكون نفل لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك. يتكلم عن النفل وعن النفل الحكمة منه تحفيز تقوية الجانب وتحفيز الهمم من أجل قتال أهل الكفر. عليكم السلام وبركاته. وأبو عبيد في الأمال قال في النفل الذي ذكره ابن عمر في قوله ونفل بعيرا بعيرا بعد ذكر السام لا وجه له إلا أن يكون من الخمس. وقد جاء مبينا في حديث مكحول أنه صلى الله عليه وسلم نفل يوم خيبر من الخمس. وروى ابن وهب عن يونس عن شهاب قال بغني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نفل الرسول صلى الله عليه وسلم سرية بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلا سوى نصيبهم من الغنم، كما قال ابن عمر أنه لما قسم الغنم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. أما قوله صلى الله عليه وسلم يوم خبر حين أخذ غبرة من جنب البعير ثم قال أيها الناس إنه لا يحل لي مما فاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردون فيكم، يدل أن ما سوى الخمس من المغنم من المقاتلة. يوضح رواية أبي عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجوارية عن معن بن يزيد السلمي قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، أي تخمس تقسم الغنيمة ثم بعد ذلك يكون النفل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هنا بعدما قسم حق المقاتلة يكون النفل الذي نفله الإمام إن أثر ذلك هو في الخمس لا من الأربعة أخماس التي تكون حق المقاتلة، لذلك قالوا التقسيم التنفيل بعيرا بعيرا يكون بعد تقسيم الغنيمة. باقي الأحاديث إن شاء الله تأتي اتباعا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.